بنتي الصغيرة. استنى، انت هتبعت اندرويد؟ تمام يا استاذ. ما تقدرش تعمل ده. انت ليه ما تبعتش السن بجد؟ كابتن علي، اسمي كونر، انا الاندرويد اللي بعتها سايبر لايف. بيضرب نار على اي حاجه بتتحرك، وقتل 2 من رجالتي. يضرب بسهوله، بس هم على طرف البلكونه، لو وقع هتقع معاه. قول لي، هل اتصرف بشكل غريب قبل كده ولا لا؟ بصراحه انا ما اعرفش. هو ده مهم؟ محتاج معلومات علشان احدد افضل طريقه للتعامل. هل واجه صدمة انفعالية خلال الفترة الأخيرة؟ اسمع، إنقاذ البنت دي هو الأهم. إما تتعامل مع الأندرويد القذر فوراً، يا إما هتولى نار.
مني وإلا هنط. لا أرجوك أنا بتوسل إليك. دانيال ازاي؟ اسمي كونر. ازاي عرفت اسمي؟ انا عارف حاجات كتير عنك. انا جاي عشان اخرجك من هنا. انا مش هأذيك، انا عاوز اتكلم معاك علشان نقدر نلاقي حل. مش عايز اتكلم، خلاص فات وقت الكلام، فات الاوان. انت مسلح؟ لا انا معيش مسدس. انت بتكذب، انا عارف ان معاك سلاح. انا بقول لك الحقيقه يا دانيال، انا جاي ومعيش سلاح. انا عارف انك كنت قريب من ايما. انت فاكر انها خانتك لكنها ما عملتش كده. كذبت عليا، افتكرتها بتحبني، بس كنت غلط. هي زي كل البشر تماما. دانيال لا، كنت فاكر انهم هيبدلوك عشان كده اتضايقت. مش ده اللي حصل صح؟ افتكرتني فرد من العيلة، افتكرتني مهم، بس كنت مجرد لعبة آلة يخلصوا منها لما يزهقوا. مفيش مخرج يا دانيال، اللي عملته خطير جدا. والسؤال دلوقتي، ناوي تموت حد تاني بريء؟ القرار مش بتاعك، انا صاحب القرار. لو انا مت هتموت معايا، سمعني؟ مش قادر استحمل الازعاج اكتر من كده. قول الهليكوبتر تبعد عن هنا. اتفضل، عملت اللي انت طلبته. انا فرصتك الاخيره يا دانيال، لو ضيعت الفرصه دي هيموتوك. سيب الرهينه تمشي، ما عندكش حل تاني. انا عايز الكل يمشي، وعايز عربية، وأول ما أخرج من المدينة هسيبها. تعتبر أفضل مساعدة منزلية، بتطبخ 10,000 طبق. يلا يا زوي هنمشي. بتتكلم اللغة فولكس وبتهتم بالواجبات المنزلية من ابتدائي للمرحلة الجامعية. واو حبيبي، شكلها هيجنن. دي بالظبط اللي محتاجاه. انت قلت بكام؟ وعلى فكرة احنا دلوقتي عارضين المجموعة بشكل خاص ب$7,999 من غير فوائد والمدة 48 شهر، وضمان على قطع الغيار وكفاءة العمل.
هشتري. اختيار جميل جدا. يلا بينا نخلص اجراءات البيع. M800 اغلى شويه بس بيتمتع بمزايا كتير. تعالوا هو ثمنه عالي بس هيعمل كتير. انا مش عاجبني البياع ده. إعادة تشغيلها كانت صعبة جدا، حالتها كانت سيئة. هو إيه اللي حصل كمان مرة؟ عربية خبطتها، حادثة غبية. فهمت. على كل بقت كويسة دلوقتي، بس ساعدنا ظبطها، يعني اضطرينا نشيل الذاكرة. أتمنى ما تمنعش. مش مشكلة. تمام. اخترت لها اسم؟ بنتي اختارتها. AX400، سجلي اسمك. كارا. أنا اسمي كارا. البشر بيقلدوا الآلهة، بيخلقوا حياة بس
انهي نوع من الحياة دي؟ حياة من بلاستيك وحديد؟ حياة بلا روح؟ نسخة سخيفة لمخلوقاتنا. بتبص لي كده ليه يا شرير؟ عارف انت مين وبتفكر في ايه؟ انت اللي لما بتيجي الشر بيجي معاك. انت اللي هتدمر مدينة ديترويت. الالات بتراقب تحركاتنا. رقم طلبك 847 ثمنه 64 دولار. من فضلك أكد الدفع. الدفع اتأكد. لقد تم التحويل. رايح على فين يا حقير؟ بجد؟ شباب بصوا هنا، واحد من الزبالة دول. بصوا للقذر ده، انت سرقت شغلنا بس مش قادر تدافع عن نفسك. انا هضرب ضرب غبي. ايوه خربوها دلوقتي. تمام كده كفايه، لازم تسيبه. يلا بينا نعلمه درس. لو بوظته هتدفع ثمنه. هياخدوا شغلك بعد كده. هتاخد اللي تستاهل. تمام يلا اتحركوا.